برحب بكل مشاهدي قناة ميسات في حلقة النهاردة. حلقة مهمة جدا. ليه؟ هتكلم فيها على مرض يمكن بيقابلنا كتير قوي. نقدر نقول مثلا ان يمكن في كل 3 بيوت في بيت عنده هذا المريض. انا بعتبر الشخص ده لما يجي عندي العيادة سواء كان راجل او ست انه انسان ذكي جدا. ليه؟ لان المرض ده احدى اسبابه السكر، الاكل، السمنه، كل ده. فاحدى اسبابه اللي احنا بناكله، وبنعالجه ازاي باللي احنا بناكله. مشكله المرض ده كمان ان هو وراثه. فلو انا عندي في البيت اب او ام يبقى لازم اخد بالي من الاولاد. يبقى انا لما اروح للدكتور بدري وانظم اكلي واخد بالي من اكلي واخد بالي من وزني، انا بحمي نفسي. لان اي اهمال بيؤدي لهذا المرض. مرض السكر. مرض السكر بيتميز طبعا، نقدر نقول هو ليه كذا نوع، تايب 1 وتايب 2، وفي بتاع سكر للشيخوخه، وفي سكر اثناء الحمل، وفي سكر عصبي. تايب 1 معروف ان هو طبعا يعني المريض البنكرياس مش شغال، وبالتالي ما بيفرز انسولين، فبيعيش على الانسولين مدى الحياه. طبعا في طرق متطوره كتير قوي. النوع الثاني ده اللي في ايدينا بقى، اللي هو نتيجه السمنه، زاده في الوزن، عصبيه وانفعالات، اكل حلويات. عشان كده بعتبر الشخص ده ذكي جدا لما يجي. ليه؟ لان عايز اقول ان تايب 2 هنتكلم فيه على حاجه مهمه جدا. تخيلوا ان العلاج اسوأ من الدواء. العلاج اسوأ من المرض. يعني الناس اما تتعالج بتحط نفسها للهازرد او لاحتماليه مشاكل كتيره. ازاي؟ اولا الامريكان دايابيتك سوسايتي قالت ان الوجبات لازم يبقى فيها 30% بس دهون، زيها زي الامريكان هارت اسوسيشن اللي هي برضو بتقول ان الدهون في الوجبه لازم تبقى 30%. طيب نعمل ايه بقى في اللي بيسمعوا على الكيتو دايت والفات دايت واتكنز وياكلوا الحاجات دي؟ طب احنا بناخد علاج. طب انا السكر مظبوط؟ ودي دايما اللي انا بسمعها، السكر مظبوط، الدكتور علالي الانسولين. طب علالك الانسولين، طب وبعدين؟ الانسولين مع احترامي ليه بيعالج حاجه واحده بس، السكر في الدم. طب بقيه الحاجات اللي انا اكلتها بقى، والسمنه وزياده الوزن والدهون الكتيره والزبده والسمنه والاليه هتروح فين؟ ترسب على الشرايين. يبقى انا الانسولين عالج جزء واحد من القضيه وساب بقيه القضايا. وعشان كده الشخص بيخش في مشاكل جامده جدا، وخاصه اما يبقى عاوز يخس بسرعه، لا عايز اخس قبل ما اتجوز، لا عايز اخس قبل الفرح، لا كل دي. فتبص تلاقيهم يلجأوا لوسائل سريعه. طيب نروح لدكتور نستشيره، نعرف انا حالتي شكلها ايه، نعرف ايه سبب السمنه الزياده، طب انا ايه الغلط اللي باكله؟ انا مستعجله وعاوز اخس وماليش دعوه. نتكلم عليه وازاي فعلا ان الرمدي اللي هو العلاج اسوأ من الدواء. لان تايب 2 لو خد الدواء هيفضل طول عمره مريض، انما لو نظم اكله زي ما هنتكلم النهارده هيخف ويبقى سليم. تايب 2 النوع الثاني من السكر علاجه في الاكل، التغذيه السليمه، انقاص الوزن والرياضة. التلاتة دول هو بيحمي نفسه ومن غير دواء بس يمشي مظبوط، هيقدر يخف ومحتاجش للدواء. التغذية بتلعب دور جامد جدا 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 في مريض السكر النوع التاني. وأسوأ منها كمان الناس اللي هي بتلجأ للتخسيس بطرق غلط. لأن زي ما اتفقنا الدواء اللي هو الإنسولين لو وصل للإنسولين بيعالج صنف واحد. في ناس تاخد بقى ادويه وبرشام عشان يقلل السكر، وده اللي احنا هنتكلم عليه ونشرح القصه دي بالتفصيل واهميتها ونعمل ايه. بس طبعا اهم حاجه عندي عشان انا ايه، في ناس كتير جدا بتزعل لما بنتكلم في الحلقه وننسى ايه اسئله الفيسبوك. فاول سؤال من اسئله الفيسبوك كانت سوزان بتقول: مساء الخير يا دكتوره، انا سني 50 سنة ووزني 110 وطولي 160، عاوزه اخس 30 كيلو، عندي ضغط وباخد كونكور بلس،
اولا برافو عليك طبعا يا سوزان. ليه؟ لان طبعا مجرد ما هتنقصي بس 10% من وزنك الضغط هيتحسن. السمنه عند سن الخمسين بعتبرها انا بشبهها بايه؟ زي اللي واقف فوق برج القاهره وقرر يا يفضل واقف فتره كده ويبقى سليم كده ومبسوط وعاقل يا ينتحر. اللي بتنتحر دي بقى اللي هي تقول ايه؟ مش مهم انا مبسوطه بوزني، انا بس عايز اكل، وتاكل وما يهمهاش. فتكون النتيجه انها بقى من سيء لاسوء، ونخش في قصه امراض ومشاكل كتيره. لان عند سن الخمسين بيحصل لخبطه في الهرمونز، مش انت بس، كل الستات. لخبطه في الهرمونز يعني ايه؟ يعني طب فين البوتاجاز؟ يعني الحرق قل فعلا بقى، اوكي؟ بس مش معنى كده ان كل الستات بعد الخمسين هيتخانوا وتبقى كارثه. الحرق قل يعني اللي جسمك كان بيعرف يحرق وما بقاش يعرف. نعمل ايه؟ ناخد بالنا من اكلنا، مش كده برضو؟ فهتبتدي تنظمي وجباتك. ال 30 كيلو اولا مش هيخسوا في يوم، لازم كمان نفسك يبقى طويل. اصل اغلبيه الناس تقول لك ايه، انا ابتديت رجيم، ها الاسبوع ده خسيت، طب الاسبوع الجاي لو ما خسيتش؟ لو ما خسيتش بقى اعملي حسابك هسيب الرجيم. طب افرض حصل اي ظرف وسبت وفات اسبوع، يعني الدنيا ما تهدتش؟ ما احنا لازم نكمل، لان دي بتبقى طريقه حياه. واسوأ منها انها طريقه حياه بعد سن الخمسين، مش بنهزر. هتاخدي الصبح مثلا 2 توست بني مش ابيض، لان الابيض ده نشا سكر بيجوع، انما البني بيقعد شويه. فتاخدي 2 توست بني الصبح وتوست مش عيش. ليه؟ لان العيش لو قلت لك خدي نص رغيف ايدك هتزحزح شويه، والنص هيبقى 3/4، انما 2 توست مالهمش حل بقى. خدي معاهم مره بيضتين، مره فول، حاجه بروتين لو تاخدي بالك، اوكي؟ وجنبيها بقى يا خيار يا خيار وخس وطماطم زي ما انت عايزه. بعد 3 ساعات ثمره فاكهه، بعد 3 ساعات الغداء. الغداء بيبقى خضار وسلطه، اهم حاجه نبتدي بالخضار والسلطه. البروتينات تبقى كميه قليله، يعني ربع فرخه، شريحة لحمة صغيرة قد الكف، سمكية مشوية، حاجة منهم، تمام؟ وبطاطساية مسلوقة. شوفي متحددة ازاي؟ بعد 3 ساعات تاخدي ثمرة فاكهة، العشاء بالليل واحدة زبادي منزوع الدسم وفاكهية. تقولي بقى الأكل ده أنا ما بحبوش، الأكل ده أنا بحبه، أنا مش مشكلتي. انت الاكل اللي بتحبيه هو ده اللي تخنك، ولو استمرتي تاكليه هتفضلي برضو مليانه. لو عملتي كده هتخسي وهيبقى جسمك كويس وهتحافظي على صحتك. هاله من القاهره بتقول: مساء الخير يا دكتوره، بعد اذنك انا عندي 57 سنه وعندي ضغط وسكر درجه تانية، والجديد خشونه شديده، وزني 107 وطول 156، بدأت أمنع السكر والعيش والرز قليل، ومفيش مكرونة إلا مرة في الأسبوع. والمشكلة إني مش بحب الحرمان، لأني جربت كتير رجيمات وبرجع الضعف، وبحاول آكل بدون مقليات وبقلل في كل حاجة، جسمي بينزل ببطء وعاوزة أنزل في الوزن. هلا زي ما اتفقنا إن بعد عند سن الخمسين بنت في البوتاجاز، والأكل كان جسمك بيعرف يحرقه ما بقاش يعرف يحرقه. دي ملهاش دعوة، دي حاجة مسلم بيها، مش انت بس، كل الستات. والست اللي هتستعجل عشان تخس والحقوني عاوز اخس بسرعة وانا ما خسيتش الاسبوع ده، مش هتخس. وطريقة حياة، كل مرة يا جماعة بنسيب الدايت وناكل فبنزيد. تسمع يا دكتور تاكلي بسرعة قبل ما تروحي تتحرمي، لما تروحي للدكتور تبتدي تتحرمي، ما تجيبيش نتيجة ترجعي تاكلي، وهكذا. فعلا كل مرة بنخس فيها ونفشل بنزيد الضعف، يعني بناكل أزيد والجسم بيبقى عنده شراهة للتخزين أكتر. فلو سمحتي تاخدي بالك، لأن السن ده لا يحتمل هذه القصة. فهتعملي إيه؟ هتنظمي وجباتك زي ما اتفقنا، هتاخدي بالك من أكلك، تشربي مية كتير، تشربي مية كتير جدا جدا، تاخدي بالك بقى القطمة اللي بين الوجبات دي بلاش تدوقي، بلاش. ليه؟ لان جسمك ما بقاش يحرق. عايزاك كمان تعملي تحليل غده درقيه، لان ربما يبقى فيها سبب هو اللي بيخليك كمان بتزيدي بسرعه. لازم ناخد بالنا، ولازم يبقى نفسنا طويل. مفيش حاجه اسمها اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر ولا شهرين، لا، دي طريقه حياه.
معانا عايده. اتفضلي يا عايده. الو. ايوه حبيبتي. اتفضلي. مساء النور يا حبيبتي. اتفضلي. يا عم انا من جده. اهلا وسهلا. انا السكر يعني الضغط وقت تخينه خالص ومش عارفه اعمل ايه، وكل ما اروح احلل يقولوا لي سكرك عالي سكرك عالي. يقولوا لك السكر ايه؟ السكر عالي. عالي؟ ها انا عالي. يعني في كرش كثير ومش عارفه اعمل ايه يا دكتور والله. بتفطري ايه وتتغدي ايه وتتعشي ايه؟ انا افطر في البسكويت على طول، الشاي اهم في البسكويت وعلى طول اغمس في الشاي، يعني افطر 5 مرات 6 مرات اغمس الشاي في البسكويت، ونتغدى اي حاجه في البيت اتغدى بيها، وفي العشيه نفس الشاي، لكن ما كنت في الصبحيه. بتعملي اي رياضه؟ بتمشي مثلا او كده؟ لا لا ما بمشيش. هجاوب على حضرتك حالا. طبعا لذيذه عايده بتقول ان هي ما بتاكلش انما بتاخد بسكوت وتسقيه في الشاي، طب ما ده اكل مش كده؟ واسوأ انواع الاكل البسكوت يا جماعه، ده دقيق بزيت وسكر، الدقيق بيتحول لسكر والزيت بيتحول لدهن والسكر سكر، بقت واكله مجموعة من الدهون والسكر، تتخن وتجيب الأمراض والمشاكل، وفي الآخر معتبر نفسها إن هي ما أكلتش. وأغلب اللي بياكلوا بسكوت بياكلوا بقسماط، يقول لك أنا ما أكلتش، ده هي بقسماطة سقتها في الشاي، بقسماطتين ثلاثة طبعا أربعة. ما ده أكل وأسوأ أنواع الأكل، لأن ما فيهوش فايدة، ده نشويات تحول لسكر جوه الجسم، تخلي البنكرياس يشتغل، يفرز كمية من الأنسولين عشان تبطئ السكر تقلله، هنخش في مشاكل جامده وخاصه لو مريض سكر. بناخد بالنا، فالمطلوب من حضرتك اول حاجه تمنعي البسكوت. هتفطري ايه؟ هتفطري بيضتين وربع رغيف، هتفطري طبق فول وجنبيه ربع رغيف، لازم. مفيش بسكوت خالص خالص خالص، لو شلتي البسكوت هتلاقي نفسك ابتديتي تخسي وشهيتك ابتدت تتظبط. معانا عفاف. اتفضلي يا عفاف. سمعت يا دكتوره. انا معايا ابني عنده 26 سنه بس وزنه ما بيزيدش عن 41 كيلو او 40 كيلو. ونحيف جدا. فعملنا كل التحاليل وكل الاشعاعات بتاع، هو تمام وصحته كويسه ويشتغل حلو وتمام يعني ما عندوش ارهاق ولا بتاع، بس ما بيتخنش، عملنا كل الوسائل بس ما بيتخنش. قولي لي يا عفاف انت تخينه ولا رفيعه؟ لا انا حلوه، يعني انا وزني 70 كيلو او 65 حاليا، يعني نزل 50 من 70. وابوه برضه تخين يعني حلو 80 85. ليه اخوات؟ ما حد عندي 4 صبيان يعني 3 غيره. رفيعين ولا لا؟ جسمهم حلو كويس، رفيعين بس حلوين يعني معقولين. هو ده الاولاني اول ولد ليا بس ضعيف جدا جسمه، يعني ما فيش يعتبر جلد خالص، ما فيش لحم عنده خالص. يا حبيبتي. عصبي او حساس؟ بيزعل بسرعه؟ يتعصب بسرعه ويتزنق بسرعه، واكلته خفيفه جدا يعني ما ياكلش بكميات، ممكن معلقتين رز رغيف لقمه صغيره وخلاص كده يقعد عليها اليوم كله. بيعيا كتير؟ بيجي له برد كتير؟ ادوار برد بس، يعني ما سمعياش اي حاجه ثانيه، ادوار برد اي شويه برد ينوموه يعني. تمام، هجاوب على حضرتك حالا. ماشي. طبعا النحافة مشكلة زيها زي مشكلة السمنة، يعني أنا بيجي لي حد في العيادة فعلا يعني بيبقى قلبي عليه، لأن زي ما مريض السمنة العادي فبيبقى عادي، يعني ما بيبقاش عنده نفس الشعور من الكسوف أو زي مريض النحافة، لأن بيحس إن هو في حاجة مش مظبوطة. النحافة مرض زي أي الأمراض، بيبقى ليها سبب، لازم نعرف إيه سبب النحافة. هل هو خلل في الغده الدرقيه؟ هل هو انيميا؟ هل في ديدان؟ هل في التهاب في جدار المعده؟ في ايه السبب اللي عمل النحافه دي؟ فلازم يكشف الاول بطنه عشان نقدر نعرف السبب، وبعد كده بنبتدي ننظم له الاكل. لو في ديدان لازم ياخد العلاج ولازم نهتم بالنظافه، فلازم يعمل التحاليل ويكشف على دكتور حبيبتي، وبعد كده تاخدي بالك من طريقه اكله. مريض النحافه يا جماعه معدته عامله زي معده العصفور كده صغننه، فلما تيجي بقى انت
تحطي له تقولي له افطر واتغدى وتعشى، هتاخد الوجبه يفضل هتقفل معاه مش عارف يهضمها، هتاخد وقت طويل جدا ويفضل شبعان. حلها ايه؟ حلها ان كل شويه حاجه صغيره، كل شويه حاجه صغيره عشان ايه؟ ما يحسش بالتعب ويهضم ويقدر ياكل. معانا مريم. ايوه مساء الخير، ازي حضرتك؟ نور يا حبيبتي، اتفضلي يا روحي. بصي يا دكتوره، انا 75 كيلو 42 سنه، حاولت اعمل كذا مره رجيم بس مع نفسي، ما رحتش لدكتور يعني، ورحت لدكتور مره بس ما كملتش معاه، لقيت النظام قاسي وما قدرتش اكمل. دلوقتي بشتكي من رجلي وظهري، وانا عايزه ابدا تاني صراحه. وبعدين في اليومين دول بشرب ميه كتير قوي، بدخل التواليت كتير جدا، فانا خايفه يكون في سكر كمان. لا بعد الشر عليك. قولي لي حضرتك، انت من انيسه ولا مدام؟ لا انا مدام. في اولاد؟ مارينا مخلصه كليه وجورج في ثالثه ثانوي. ربنا يخليك. اكتر منطقه متخزن دهون عندك فين؟ البطن. طيب الوالد او الوالده كان عنده سكر؟ وعائله والدتي كلها عندهم سكر. طب احكي لي كده فطارك وغداكي وعشاكي، بس مش الاكل الدايت يعني، الاكل اللي انت بتلخبطي فيه. الاكل الطبيعي بتاعي كان الاول ممكن رغيفين على الفطار، دلوقتي خليته رغيف بقالي فتره طويله ماشي على كده. ممكن طول النهار اكل فاكهه او لا اكل يعني بسكوته مثلا خيارويه الكلام ده، بس مش كتير. واكل وجبه بالليل من 9 ل 10 بالليل، يعني 9 او 10 بالليل وبس. بتاكلي مقليات كم مره في الاسبوع؟ لا في الصيام كتير لكن في الفطار لا. طب والحلويات؟ ما بعملش كتير بس ممكن اعمل معجنات في البيت. بتاكليها؟ طب ما هي هي. بس مش كتير برضو يعني، من كل فتره اعمل حاجه. مش ريق بينشف؟ طول النهار بشرب، بقالي كام يوم بشرب ميه كتير جدا. بتقومي بالليل تعملي تواليت؟ مش كتير، مره او مرتين بس. هجاوب على حضرتك حالا. عاوزاكي اولا يا مريم تعملي السكر التراكمي عشان نطمن عليكي من باب الاطمئنان، اوكي؟ وان شاء الله يطلع كويس قوي. بعد كده نظمي وجباتك. لما ما بناكلش يا جماعه، جسمنا ربنا خلقه للتخزين، يعني مفيش حاجه عندنا مركز هنا بيقول اعمل دايت ما تاكلش عشان تخس، ما تاكلش عشان شكلك وحش، لا. في لازم يخش له اكل. فلما انت تقعدي طول اليوم ما تاكليش، الطبيعي ان بيجي على بالليل بقى خلاص بتبقي جعانه وبتهبطي وتحسي ان هيغمى عليك فبتاكلي جامد. بسكوت، لقمه بجبنه، بناكل. اما بتاكلي الجسم ما يصدق، دخل له اكل يخزنه. فتكون النتيجه السمنه الزياده في الوزن سريعه جدا 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 وتتخني. فلو سمحتي خدي بالك من كل لقمه بتاكليها. البسكوت بيتخن قلنا اسوأ من الاكل العادي، لان البسكوت كمان لو فيه زيوت نباتيه مهدرجه دي بتعمل دهون البطن وتعمل كبد دهني وكرش، اوكي؟ فمفيش بسكوت، انما لازم تفطري بعد 3 ساعات فكهايه، بعد 3 ساعات الغداء، بعد 3 ساعات فكهايه، بعد 3 ساعات العشاء، 5 مرات. ممكن عايزه تشيلي السناك شيليها، بس مش تحطي مطرحه بسكوته ولا انا ما خدتها، لا 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 لا. تمام؟ لو مشيتي على ده هتبقى صحتك كويسه وتخسي والدنيا كلها تتظبط. وطبعا اهم حاجه عايزين نعمل سكر التراكمي، ويا ريت تعملي غده درقيه كمان عشان نطمن. حتى كلميني المره الجايه وقولي. معانا جاكلين، اتفضلي يا جاكلين. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبتي. حضرتك انا 56 سنه، انا من 7 شهور، انا كان يعني انا طولي 160 ووزني العادي من 73 ل 75 يعني، ما كانش عاجبني بس كان ماشي ازاي يعني. فجأة جالي موقف مناعي وخدت كورتيزون. سلامتك. طبعا تخنت بقى، وصلت ل 80 كيلو. وانا دلوقتي بقى حابه بقلل الكورتيزون، مش عارفه بقى هرجع لوزني ولا مش هرجع، وجالي برضه سكر وعملت سكر تراكمي طلع 10. اولى لا. عالي فباخد نوعين دواء سكر دلوقتي، بس يعني بتاخدي ايه دواء سكر؟ بتاخدي دواء سكر كم مره؟ كنت باخد مرتين الصبح، يعني مره الصبح اللي هي كنت بايع ميكرو. والتاني اللي هو المشهور قوي ده جلوكوفاش. بطلت بتاع الصبح عشان السكر بقى تمام شويه، بقى كويس يعني، كويس بقى متحلق بقى، لقيت صبح وضهر كده بقى كويس.
بس انا متضايقه قوي من وزن الزاد ده، بقيت 80 كيلو ولو سبت نفسي حصل 90 يعني. انا برضو يعني انا كان الصايد بتاعي انا لا اكل بسيط، البروست ما فيش رز ما فيش مكرونه، الا اذا كانت مكرونه بشاميل ممكن اخد حته كده يعني. بس بعد الكورتيزون لقيت نفسي بتخن بطريقه بشعه، فده عامل نفسيه وحشه جدا يعني. اكتر منطقه فيها دهون فين؟ هي دراعي رجلي فخدي بطني، بس يعني بس كتفي لا يعني كتفي رفيع، فيقولوا لي لا انت ما تخنتيش، الميزان بيقول ان انا تخنت. وطبعا وشي بعد الكورتيزون بان قوي. سلامتك الف سلامه حبيبتي، الله يجاوب على حضرتك حالا. هو طبعا معروف ان اللي بياخد كورتيزون اكتر حاجه بتبتدي تملا الوش، بيبقى من اول العلامات. طبعا لما هبتدي الكورتيزون زي ما حضرتك بتقولي كده ابتديت تقليليه، هيبتدي جسمك ينزل وكل الدنيا هتتظبط. بس هو المطلوب ان احنا ناخد بالنا من اكلنا ومن نوعيه الاكل عشان نقدر نتفادى اي سايد افكت او اي اضرار عملها الكورتيزون او محتمل بعد الشر يعملها. طبعا من ضمن مشاكل الكورتيزون بيعمل هشاشه وبيعمل سكر، وانت بتقولي كمان لقيتي بقى في سكر، لو خدتي بالك من الاكل هيتظبط. ده الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. ممنوع المقليات لان دهون الاليه عامله زي السم على جسم مريض السكر، سموم، سم، السم القاتل. الحاجه الثانيه الوجبات الجاهزه، تمام، البسكوتات، الحاجات اللي هي الجاهزة في العلب ممنوعة تماما، انجدارة جدا جدا جدا، وخاصة على مريض السكر. السمنة والزيوت الكتيرة أكبر عدو لمريض السكر. فلو خدتي بالك من أكلك واتبعتي النظام اللي احنا هنتكلم عليه وطريقة الأكل اللي هنمشي عليها بعد كده، ومنعنا تماما الدهون القاسية دي والقوية دي اللي احنا بنسمع عليها، ورجمات الهاي بروتين والسمنة ونقلي ونهيص، دي كارثة، دي السم القاتل. معنا جورج، تفضل يا جورج. كده دكتور اهلا وسهلا. من فضلك ابني في زياده في الجسم، والحاجات اللي انت قلتها لي المره اللي فاتت قلتها لي ما عملتش نتيجه، ليها حوالي بتاع اسبوعين ثلاثه تقريبا. كان خاسس، ايش ايه الاسباب؟ اعمل ايه معاه؟ مش سامع ايه؟ ها؟ ماله؟ مش سامع كويس. بقول لك خاسس، مفيش زياده. خاسس مفيش زياده. وزنه قد ايه يا استاذ جورج؟ وزنه حوالي تقريبا 54. وطوله؟ 175. هجاوب على حضرتك حالا. هو طبعا لازم مدام في نصايح بقولها على التلفزيون، بس النصايح دي بتبقى حاجة عامة، يعني أنا ما شفتش شكل المريض ولا كشفت عليه، فبما إن النصائح العامة ما جابتش نتيجة لازم تاخده عند تيجي العيادة أهلا وسهلا، تاخده لدكتور باطنة وتغذية علشان يقدر يحطه على التراك الصح، لأن يبقى فيه سبب، السبب ده لازم الدكتور هو اللي يلاقيه، مش هينفع أنت تلاقيه. لما بنحط إيدنا على السبب ونبتدي ناخد العلاج الدنيا بتتظبط. ولا نستهين بالخسية الجامدة زي ما لا نستهين بالسمنه المفرطه، لان دي اقصر طريق للمشاكل الصحيه والامراض، ودي اقصر طريق للمشاكل الصحيه والامراض. ناخد بالنا من اكلنا ومن اكل ولادنا، لان لما يبقى في سوء تغذيه ونحافه بيبقى الشخص ده معرض لمشاكل صحيه كتيره جدا جدا، وبرد وامراض مناعه كل حاجه، لان يعني مفيش الغطا طبقه الدهن دي على قد ما احنا بننزلها بس ليها حدود، ان دي الغطاء اللي بيسند الكلى والكبد وكل الاعضاء اللي جوه، اللي بيدفي عشان البرد، فدي عامل زي الغطاء اللي ربنا خلقه لنا عشان يحمي جسمنا. هنكمل اسئله الفيسبوك. وعفاف من المنيا بتقول مساء الخير يا دكتوره، انا عملت رجيم مع دكتور وانا ما كملتش معاه ووصلت للوزن المناسب، بس كنت عاوزه اعرف هو في حاجة لتثبيت الوزن ممكن تفيديني؟ طبعا يا عفاف مبسوطة مني جدا ان انت خسيتي، كون ان انت ما كملتيش كل كيلو خسيتيه يا حبيبتي ده مكسب، اتفقنا؟ فما فيش حاجة بقى اسمها انا ما كملتش فاكل، لا، كل كيلو خسيتيه مكسب. تثبيت الوزن بيبقى بروجرام معين بندخل فيه الاكل الطبيعي بالتدريج وبطريقة معينة
بس لازم يكون الدكتور عالج سبب السمنة، ان في اسباب كتيرة جدا للسمنة. ممكن يبقى ان في منشطة الدايرة اللي هي موقفة الحرق، انت اللي منشطها بطريقة اكلك، في زيادة في افراز هرمون الانسولين، في مشكلة في الغدة الدرقية، في انيميا، في مشاكل كتيرة جدا بتؤدي لزيادة الوزن. لما نعالج السبب الموضوع نقدر ايه يتحل ونحل المشكلة. التثبيت بعد كده بقى بيبقى اسهل حاجة. ان احنا بنبتدي، مفيش اولا، كنت بسمع ناس كانت تيجي تقول ايه ده في دكتور، في حد مش دكتور، اكيد طبعا ده مش دكتور، يحط ابره معانا ويبرم كده قفل خلاص وتثبت. طبعا ده تهريج، هو مش باب هنقفله ولا بتاع مسمار هنقفله، لا لا. التثبيت يعني بنعود الجسم على طريقه معينه، نوايا معينه، سعرات معينه بنظبط عليها، واحنا بنكون اتعلمنا وعالجنا نفسنا. معنا شيرين، اتفضلي يا شيرين. اتفضلي يا دكتور. اه يا حبيبتي اتفضلي. عندي بنتي عندها 7 سنين ونص، بس وزنها زايد شويه، 38 كيلو. تمام. ليها اخوات حضرتك؟ تخان برضو ولا رفاع عين؟ لا كويسين يعني، الاثنين كويسين، بس هي وزنها يعني، هي من ولادتها كده يعني، وزن من الولادة يعني، مش فاهمة ايه ده. بتحب الاكل؟ عادية خالص، اكلها عادي خالص يعني، مش زيادة في الاكل. ما هو ده سبب ان انا مستغرب ان هي بتزيد يعني، ازاي مش فاهمة الصراحة. نعم. بتاكل كم مرة في اليوم؟ هو في المدرسة في الصبح الفطار بتاعها فينو وجبنة، والظهر مثلا فراخ لحمة، الاكل ده بتاعنا بيض، بالليل يتعشت يا ما تعشت. تمام. الفراخ بقى واللحمه بتعمليها مقليه ولا محمره ولا بتعمليها ازاي؟ انا بعمل الكل يعني، كل انواع. البانيه المقلي بتعمليه كم مره؟ لا انا بطلته خالص عشان خاطر يعني، دي في حدود سنه بالظبط ما عملتوش عشان خاطرها. والبطاطس المقليه يعني بعملها، بس مش بكتر يا غير في الصيام بصراحه. تمام. والحلويات بتاخدها كم مره في الاسبوع؟ بسيط خالص، بسيط يعني، ممكن تكون هي بتجيب في المدرسه، لكن انا في البيت ما بجيبهاش عشان خاطرها برضه. ماشي. بتعمل اي رياضه خالص؟ من المدرسه للدرس للاكل وتنام خلاص على كده. طب بتشرب مشروبات غازيه، عصاير؟ لا ما بتشربش، ما بتحبهاش اصلا. هجاوب على حضرتك حالا يا شيرين. السن الصغير ده اولا بشكرك جدا يا شيرين ان انت مهتميه ببنتك من وهي صغيره. ليه؟ لان من الطفل صغير بيبتدي يحصل تكاثر في الخلايا الدهنيه، زي اللي معاه يا اما تبقى محدده، بس مش معنى كده انه مش هيتخن يعني، لا، بس الخليه نفسها بيبقى امكانيه السمنه صعبه. واحنا صغيرين يا اما بنخلي ابننا يبقى معاه شنطه صغيره يملاها، يا اما الشنطه دي تبقى شنطه سفر ويملى بقى، يبقى اسهل. عشان كده مهم جدا جدا ان احنا ناخد بالنا من طريقه الطبخ وطريقه الطهي والولاد بياكلوا ايه، لان يا اما هيتعود على الحاجات الحلوه والوجبات الدسمه، يا اما هيتعود على الاكل الكتير وتيجي بعد كده تقول له ما تاكلش، الله ده انت بتحرميني ليه بقى. كمان ناخد بالنا ان اسوأ حاجه بنعملها لاولادنا ان احنا لو ذاكرت هجيب لك شوكولاته، لو نجحت هجيب لك حاجه حلوه. بتترتبط في المخ ان الحاجه الحلوه دي مكافاه، فما نيجي بعد كده اما يسمن الطفل نقول له مش هناكل حاجات حلوه، الله ده انت بتعاقبيني بقى ليه، انا ما عملتش حاجه. فممنوعه دي خالص على اولادنا. خدي بالك من طريقه الاكل، ويا ريت بلاش الفينو، لان العيش الفينو يا جماعه ده نشا سكر، مش بس يا عيني بيتخن العيال، لا وبيجوعهم، فانت بتتخنيها يا عيني وبتجوعيها. نظمي وجبتها، بلاش المقليات، البطاطس المقليه مره في الاسبوع، شيل العيش الفينو وحطي عيش بلدي، عيش شامي، توست بني، هتبتدي تتعود على طعمه وتاكل. هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع تاني وهنتكلم على مريض السكر. رجعنا تاني وهنكمل كلامنا على مريض السكر النوع التاني،
خطورة الرجيمات الغلط على مريض السكر. بس طبعا هنكمل أسئلة الفيسبوك. وهبة من الجزائر، طبعا أنا مبسوطة جدا جدا إن أنا ليا أصدقاء من الجزائر ومن أمريكا وكندا وطبعا من مصر أهم حاجة، وببقى مبسوطة قوي بيهم. هبة بتقول: سؤال، أنا مش بخس مع الرجيم، عاوزة أخس من منطقة البطن والإيدين من فوق، الوزن 83 والطول 163. هو طبعا مشكلة أما بنبقى محتاجين يا هبة لري شيبينج، بنخس. الرجيم عامة بيخسس الجسم كله، في منطقة ممكن تعصلك زي الأرداف بتبقى محتاجة مساعدة، بتبقى في منطقة فيها تكدس الدهون أكتر من أي منطقة تانية بنحتاج نساعدها بحاجة. في كذا وسيلة للمساعدة، وعايزاك تاخدي بالك، لأن في زي ما في كل مهنة فيها الصادق وفيها الغش وفيها وفيها، كذلك قصة التخسيس دي. أحسن مكنة اللي هي المعترف بها اللي هي الـ FDA هي الكول سكالبتين، ده بديل عملية الشفط، وده بياخد المنطقة اللي فيها دهن، بياخد الدهن اللي فيها بيتجمد وبيموت الخلايا الدهنية والجسم نفسه بياكلها، يعني ولا بتنزل في دم ولا في بول. يبتدي المنطقة تخس والجلد يشد عليها، اتفقنا؟ دي حاجة. الحاجة التانية إن احنا أوقات بنعوز ننشط الدورة الليمفاوية، فبنستعمل الـ LPG أو الإندرمولوجي، ده بينشط الليمف درانج والدورة الدموية. فلما بينشطهم بتبتدي المنطقة تحرق بسهولة ويتصلح، ولو في سليوليت كمان نتيجته هايلة. الجهاز التالت اللي كويس اللي هو المضمون، يعني اللي مش بيهزر، جهاز اسمه الري لايف. الري لايف ده بروتوكول ألماني، الجلسة بتبقى كل حكاية 15 دقيقة، فمبياخدش وقت، بس بيفتت الدهن عن طريق الأكوستيك ويف، نتيجته هايلة، وفي نفس الوقت بيبقى فيه 5 دقايق شد، وبيعمل الاتنين في وقت واحد. اللي يهمني المنطقة اللي عليها دهن هي دي اللي بنشتغل عليها عشان يساعدها أكتر. بتقولي حضرتك منطقة الإيدين في حاجتين ليها، نمرة واحد كول سكالبتينج، نمرة اتنين بتجيبي أوزان ويت ليفتينج بقى وتبتدي تلعبي، ده بيساعد جامد جدا إن الدهن يبتدي يتكسر من المنطقة دي. طبعا كل ده على عين والراس، بس الحاجة الوحيدة اللي تساعدك الوصول اللي انت عايزاه وتحافظي عليه هو تنظيم الأكل، ملوش حل. يعني بيعملوا تدبيس معدة وياكلوا غلط يتخن، بيعملوا شفط وياكلوا غلط يطلع الدهن في أماكن غير متوقعة. فنظام الأكل ده أهم حاجة، لازم تاخدي بالك من أكلك، تنظمي الوجبات بجانب مثلا الرياضة زي ما اتفقنا، سواء كانت ويت ليفتنج عشان الإيدين أو المشي، هتلاقي نتيجة حلوة أوي. أوجيني من القاهرة بتقول: يا دكتورة، أنا كنت بعمل دايت وكنت بخس عليه، بس دلوقتي حامل وأنا عايزة أكمل، أعمل إيه؟ مبروك يا حبيبة قلبي. طبعا أثناء فترة الحمل أوجيني ما بنطلبش أبدا رجيم، بس ما بنطلبش أبدا سمنة، وخاصة لو في العيلة مرض السكر، تمام؟ طيب هنعمل ايه؟ هتنظمي وجباتك في الحاجات الحلوه نادرا نادرا نادرا. طريقه طهي الاكل مهمه قوي، هنطبخ الاكل وهنضيف له زيت زيتون، لان هو ده اللي بيفيد البيبي، لان ده اللي بيعدي البلاد برين بارير ونقصه بيعمل خطوره، ولازم يتاخد عشان بيساعد في تكمله النمو بتاع الجنين. هتنظمي وجباتك، العيش هناخده في الفطار بس، ممكن الصبح تاخدي نص رغيف ومعاه اي حاجه، بلاش الوجبات الجاهزه بقى اللي هي بنجيبها من السوبر ماركت، الكرواسون والحاجات دي، لان دي بتتخن وبتجوع، فمش هتعرفي تسيطري على شهيتك. بعد 3 ساعات تاخدي زبديايه ومعاه فكهايه. بعد 3 ساعات تاخدي وجبه الغداء، ما فيهاش اليه، لان الاليه دي ما بتفيدش، بل بالعكس بتضيع القيمه الغذائيه بتاعت الاكل. بعد 3 ساعات تاخدي فكهايه ومكسرات لوز. بعد 3 ساعات بتاخدي وجبة العشاء زي أي حاجة أنت نفسك فيها. طبعا ممنوع عليكي التونة، ممنوع اللانشون، اللحوم الجاهزة، اللحوم النية، كل دي ممنوعة تماما، يعني دي طبعا تبقى خطر عليكي وعلى البيبي. لو نظمتي وجباتك كده، ما كلتيش مقلي، ما فضلتيش بقى قطمة ولقمة وبسكوتاية وحتة عيش من هنا وساندوتش جبنة من هنا، هتلاقي وزنك اتظبط، وفي نفس الوقت
تتغذي كويس عشان البيبي ومش هتزيد الزياده اللي مطلوبه منك. كان في اتصال من نشوى بتقول ان هي مريضه غده درقيه وعندها زياده في الوزن، الوزن بتاعها 90 كيلو وطولها 160، تعمل ايه؟ وهل الغده هي السبب؟ لا، مدام يا نشوى بتعملي التحليل بانتظام، بتاخدي دواء الغده بانتظام، يبقى انت في الامان. الجميل كمان اللي هيفيد حضرتك انك تيجي ونعمل لك السود شك اللي هو انا قلت عليه كذا مره في الحلقات اللي فاتت وجبناه. السود شك ده بيوريني بقى مع ايه المشكله سببها ايه. طيب ايه المعادن اللي ناقصه؟ ايه الفيتامينات اللي ناقصه؟ السموم في جسمك شكلها ايه؟ الاكسده درجتها ايه؟ ايه اللي انت محتاجاه عشان يفيدك في الخسيه وفي في الغده الدرقيه وكذلك لمريض السكر ومريض السمنه؟ ده احسن طرق العلاج اللي وصلنا ليها. ليه؟ لانه بيكشف لي على جسمك من جوه كله وانت قاعده قصادي، وبناء عليه بتبتدي تاخدي النظام. يعني بنلاقي مثلا هل ايه الناقص في جسمك من المعادن؟ كروميوم. بس مش معقول هتروحي تعملي ال 20 معدن عشان تعرفي انهي فيهم اللي جسمك محتاجه. هل الزنك؟ هل المولبدنم؟ هل الليثيوم؟ ايه اللي ناقص؟ ده بيأثر. هل السيليكون؟ مش كده الشعر بيقع؟ طب في ايه ناقص من المعادن؟ لان كل معدن بيلعب دور. طب السموم؟ ايه انواع السموم اللي زياده اللي عامله لك مشكله؟ لان في سموم لما بتزيد تؤثر على الذاكره، تبص تلاقي الواحد بقى ينسى، ينسى جامد قوي. ليه؟ عشان في سموم زياده اثرت على المعادن والفيتامينات، عملت فيها نقص. فدي لو احنا خدناها وتفاديناها هنتفادى البروجريس او الزياده في النسيان. طبعا النسيان ده مشكله العصر. اغلب تلاقي طفل طبعا كان خلاص جالي الزهايمر، هو مش كده. هي المشكله ان في سموم بتخش جسمنا مع المدنيه الحديثه والسيجاره والبتاعات الجديده اللي بيلبسوها ويدخنوا بيها دي والشيشه وعدم السيارات، السموم بتحوطنا طول ما احنا ماشيين. حط معاها بقى الاكل الغلط اللي ناقص معادن وناقص فيتامينات، كل التركيبه دي مش هتعدي، مش تخش جوه جسمنا وتعدي كده مرور الكرام. لا لا لا، دي بتعمل بوينت، بتعلم بتعلم، خلي جوه ينور ينور ينور، فتكون النتيجة ايه؟ الشخص ما بينسى، ما فيش اللي يحط الحاجة وينساها. ياخد أدوية عشان شعرها بتقع وما زال بيقع. بيحاول يخس وما زال ما بيخسش وما فيش نتيجة. ليه؟ الكروميوم ناقص، اليود ناقص، كل ده بنكشف عليه وبالتالي كل وظائف الجسم تتصلح. فأرجوكي تعملي السود شاك، ده هيفرق معاك جامد قوي، زائد تحليل الغده الدرقيه، زائد وبتاخدي الانتي اوكسيدنت اللي جسمك محتاجه، الفيتامينات، المعادن، بتلاقي نفسك جسمك بقى زي الفل وبتخسي وبتبقى كل حاجه بتتظبط. نجله معانا رضا الاول، اتفضل. الو. ايوه. مساء الخير يا دكتوره، ازاي؟ الحمد لله. انا وزني 109 كيلو. الو. ايوه اتفضل. الوزن 109. 109 كيلو. وباخد كروماكس وأورليستات مره واحده في اليوم. تمام. واي نعم، هو وزني ثبت على كده بس انا مش عارفه اخس. احكي لي نظامك يومك من اول ما تصحى يا استاذ رضا. الصبح باكل ممكن رغيف وحته جبنه كده. الظهر يا فراخ يا لحمه. وجنبيها ايه؟ ما فراخ ولا جنبيها ايه بقى؟ بصله بتاع، طماطمايه، خياره كده يعني. عيش، رز، مكرونه. فيه عيش وفيه رز بس خفيف خالص. تمام. والعشاء؟ العشاء برضه ممكن جبنه بطماطم، ممكن بطاطس وطماطم مدبوحه. وقد ايه عيش؟ باكل رغيف، رغيف واحد عيش او رغيف ونص. طب لو جعت بين الوجبات بتاكل ايه؟ اكل حبتين عنب، اكل تفاح، اكل جوافه كده. بتعمل اي رياضه او اي مجهود بدني؟ مشي كده؟ لا، خفيف خالص. اكتر منطقه متركز فيها الدهون فين يا استاذ رضا؟ البطن. بتاخد اي ادويه او علاج؟
لا هو دواء البرد، دواء اسنان مضاد حيوي وكده بس. هجاوب على حضرتك حالا. النظام اللي حضرتك ماشي عليه مش هعترض عليه، مش هتكلم، كل اللي هطلبه من حضرتك انك تفضل زي ما انت، ما عدا هنشيل العيش، هنخلي العيش بس في وجبه الفطار. يعني بالليل مفيش مشكله انك تاكل بطاطس وسلطه، جبنه وبيض وسلطه، بس هتلاقي نفسك الجسم ابتدى يتظبط. الحاجه الثانيه اللي بتعمل دهون البطن او الكرش هي الزيوت النباتيه المهدرجه، فمطلوب من حضرتك اي حاجه، البسكوتات اللي بناكلها يا جماعه، الحاجات اللي بنجيبها من السوبر ماركت، تقرا عليها كده هل عليها زيوت نباتيه مهدرجه، وبناء عليها تقدر تحدد اذا كنت هتاكلها ولا لا، عشان عايزين نمنعها تماما. المفروض تشرب ميه، تزود الميه، وتبتدي تعمل اي رياضه، ماشي، انا مش عايز اكتر من ماشي. هنبتدي الاول بربع ساعه تلت ساعه، وبعدين بيزيد بالتدريج. نجلة من القاهرة بتقول أنا جسمي مظبوط ما عدا الكرش، عندي كرش ووزني 65 كيلو وطول 150 وعندي السكر. سلامتك، ألف سلامة يا نجلة. المشكلة طبعا إن دهون البطن، كل ما بتتخني بتتخني في البطن، ولما تخسي تخسي أكتر الإيدين والرجلين، وتفضل برضو دهون البطن. عايزاكي تاخدي بالك من كل لقمة بتاكليها، تمام؟ ليه؟ لأن مريض السكر بيبقى حساس جدا 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 لكل حاجة بياكلها جسمه. ولما بناخد الدواء ونسبة السكر ده، احنا بنسبة السكر بس، بقية مشاكل الأكل ما بنظبطهاش. عشان كده مريض السكر من ضمن المشاكل اللي بنخاف عليه منها أمراض القلب. فتاخدي بالك من كل حاجة بتاكليها، وخاصة الزيوت النباتية المهدرجة دي هنمنعها تماما، لان هي دي اللي بتعمل دهون على الكبد وبتعمل الكرش. هتبتدي تشربي ميه كتير، تنظمي اكلك، فطار وغدا وعشاء، الجهاز اللي يفيدك لانه بينشط الحرق من المنطقه دي، الال بي جي او الاندرمولوجي، هيجيب معاكي نتيجه حلوه قوي. مع مشي تلت ساعه، نص ساعه ماكسيمم، ما تزوديش عن كده. خدي بالك من اكلك، من الزيوت النباتيه المهدرجه تماما، بسكوت بقى، كرواسون جاهز، اي اكل جاهز بتحط فيه الزيوت النباتيه المهدرجه. ليه؟ لان لو عملوه بالزيت العادي هيشر الزيت، وهتيجي تاخديه مش هتقرفي تاكليه لانه هيبقى مغرق الدنيا، تمام؟ انما لما بيعملوه بالزيوت النباتيه المهدرجه بيقدر يعيش على الشلف كده بالشهور من غير ما يجرى له حاجه. والزيوت دي مشكلتها على الكبد، وبتعمل كمان البط او الكرش. ماشي حبيبتي؟ معانا ميري، اتفضلي يا ميري. مساء الخير يا دكتوره. مساء النور يا حبيبتي. يا دكتوره انا عايزه اخس، عندي وزن 70 كيلو واكلي بسيط خالص يا دكتوره، بس مش عارفه ما بخسش. يعني انا بصحى الصبح افطر كوبايه لبن بس المشكله ان اللبن كامل الدسم، يعني مش بحب اللبن خالي الدسم. جنب اللبن ايه يا ميري؟ وجنب اللبن بتاخدي ايه؟ ولا حاجه صدقيني يا دكتوره، كوبايه اللبن بس. لما بجوع مفيش بقسماط، مفيش بسكوت. لا لا صدقيني يا دكتوره، لا على كده. برافو عليك. ولو بعد ساعتين او ثلاثه ممكن اكل تفاحه، جوافايه، اي ثمره فاكهه. وفي الغدا ما باخدش غير نص رغيف وحته فرخه، واحيانا بشيل نص رغيف. تمام. وطبق سلطه. في العشاء برضه ما باكلش عيش خالص يا دكتور، ممكن يا اما علبه زبادي يا اما حته جبنه قريش بخضار، فلفل او خيار، ما باكلش عيش خالص بالليل. طيب اكتر منطقه فيها دهون عندك فين يا ميري؟ يعني انا عندي بطن بسيطه شويه، بطن متوسطه. انت عندك كم سنه حبيبتي؟ عندي 32 سنه. الدوره منتظمه؟ منتظمه. تمام. ويا دكتوره المشي، في تمارين بتيجي على اليوتيوب، مشي بالبيت، تمشي انت واقفه مكانك، دي كويسه. هايل هايل هايل، برافو عليك انك تمشي. طب اقول لك يا دكتوره، هي انا عندي شعيرات ودوالي، ليها علاقه بالمشي تاثر ولا المشي كويس ما يعملش حاجه يعني كده؟ ما سمعتش بتقولي عندك ايه؟ بقول لك عندي شعيرات زي الدوالي كده، المشي كويس ولا ليه يعمل مشكله زياده يزود المشي؟ لا، السمنه هي اللي تزودها، الوقفه الكتير تزودها. بس انا بعمل ثلاث ايام وثلاث ايام لا، ثلث ساعه في اليوم. كويس؟ برافو عليك. تمام. بتاخدي اي علاج لاي مشكله تانية؟ لا يا دكتوره، بس عايزاك تقولي لي على حاجه كويسه امشي عليها. ومعلش عندي سؤال تاني، ابني عنده 14 سنه يا دكتوره،
ووزنه حلو خالص يعني رفيع، بس مش عارفه هو في سن المراهقه وكده، فعايز يعمل دايت ومنع الاكل يا دكتوره ومجنني خالص، وهو اصلا اكله قليل مش عارفه ايه حكايه الدايت اللي طالع فيها اليومين دول مش عارفه. وعنده كم سنه يا ميري؟ عنده 14 سنه يا دكتوره. بابا تخين يعني ولا رفيع؟ هو الصراحه بابا تخين بس هو رفيع يا دكتوره، يعني مش عارفه هو عايز يعمل دايت ما فيهوش اي حته زايده، جسمه حلو خالص دكتور. بصي مش عايز ياكل فاكهه، بيقول لي الفاكهه بتسخن، وهو بياكل في اليوم نص رغيف بس، ومش عايز يتعشى خالص. يعني هو يسمعك دلوقتي قولي له على النظام يمشي عليه وخليه ياكل الفاكهه، بيقول لي الفاكهه بتسخن مش عايز ياكل فاكهه خالص دكتور. حاضر يا ميري هجاوب على حضرتك حالا. طبعا لازم ابنك يسمع كلامك لان سن 14 سنه بينمو، فما ينفعش يبقى ما بياكلش لانه هياثر على النمو وهياثر على طوله واستيعابه للمذاكره، فما ينفعش ما ياكلش، لازم ياكل بس ياكل صح. الفاكهه ما بتتخنش، بالعكس الفاكهه كلها مضادات للاكسده وفيتامينات ومعادن مفيده جدا، بس ما نفضلش قاعدين طول النهار ناكل فاكهه، يا اما وجبه يا اما بين الوجبات ناخد سمرتين. عايز اكل فاكهه كتير يبقى وجبه العشاء. ممكن يكون السبب نلاقي والده اكل فتخن فهو بقى عايز ياخد باله ويحتاط، ودي حاجه كويسه، بس هو لازم ياخد باله من اكله وياكل الاكل صح. بالنسبه لحضرتك طبعا لا هتنظمي وجباتك. طبعا اللي سمعتيهولي ده رجيم، فهعرف منين؟ فاعملي تحليل بقى الغده الدرقيه عشان نطمن ما فيش فيها اي خلل وتقدري تخسي عادي. اللذيذ في الموضوع يا جماعه ان مين ما اسال حد بتاكل ايه بيسمع لي رجيم، وطبعا في رجيمات معروفه ومتداوله بتبقى ستاندر كده، فكلنا لما نسمعها طب خلاص اهو، طب انا اعمل ايه؟ طيب انا هنا بسمع وكل الحكايه دقيقه بنتكلم فيها. الاهم من اننا نسمع رجيم اكل ان احنا نسمع الغلطات عشان اقدر احط ايدي عليها واقول ليه هي بتتخن. عندنا مارينا معانا جرجس الاول، اتفضل يا استاذ جرجس. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. الو. ايوه اتفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. حضرتك انا وزني 92 وطولي 160. وعايز اخس مش عارف اعمل ايه. حضرتك شغلك فيه حركه ولا قاعد؟ لا يعني بسيط، حركه بسيطه. طب بتاكل كام وجبه في اليوم يا استاذ جرجس؟ يعني ممكن فطار ثلاث ترقة والغدا لا، وممكن العشاء ايوه. بين الوجبات لو جعت يا استاذ، لو جعت يا استاذ جرجس بتاكل ايه؟ لا ما باكلش. بتشرب مشروبات غازية؟ غازية لا برضه. بتاكل حلويات كم مرة في الأسبوع؟ لا مش باكل حلويات خالص. والبطاطس المقلية والطعمية؟ كل يوم. هجاوب على حضرتك حالا. ماشي يا فندم. اكتر حاجه تتخن يا استاذ جرجس القليه. المقلي مش بس بيتخن، بيعمل دهون الكرش وبيعمل كبد دهني. نمره واحد. نمره اتنين، القليه بتضيع القيمه الغذائيه بتاعت الاكل. طب انا بقى عاوز اكل اعمل ايه؟ ممكن تاكل فول بدل الطعميه، ممكن تاكل بطاطس مسلوقه بدل المقليه. البطاطس يا جماعه في حد ذاتها ما بتتخنش. احنا اللي بنخليها تتخن. ازاي؟ اما نقليها. اول ما البطاطس بتتقلي بتبقى زيد عليها سعرات وبتتخن، فلو سمحتوا مفيش داعي ابدا للقليه. نسلق البطاطس، نعمل جنبيها بيض مسلوق، طبق فول وجنبيه بيضتين، هتاكل وتتغذى وتخس. وجبه الغداء يعني انت مثلا بتاخد الصبح رغيف، الظهر بقى خليه نص رغيف، بالليل بلاش، يبقى في تدريج في كميه السعرات اللي بتخش. لإن زي ما احنا كلنا عارفين كنا زمان نقول ايه؟ اتعشى واتمشى. ليه؟ بنتمشى لأن الحرق قل بالليل، فنتمشى عشان نزود الحرق. دايما وجبة العشاء ناخد بالنا منها جامد جدا. طبعا مش هقول ما نتعشاش، مش هقول الا لازم زبادي وفاكهة، لأ، لأن كل واحد وليه نظام حياة، لازم نحترم نظام الحياة ده ونكمل عليه. كل اللي بنعمله ان انا بظبط النظام الحياه ده او الاكل مع نظام الحياه. ان لما انا ما بتعشاش مثلا عشان الدكتور قال لي ما تتعشيش ولا ما تاكليش وتمن فرخه وقطمه عيش وخلاص خلصت وخسيت. بعد كده بقى
ارجع لطريقه حياتي العاديه بقى اللي هو رغيف ونقنق واكل واكل، الجسم بيتعرض لصدمه بيبقى عنده شراهه اكتر للتخزين فندخل مثلا. مارينا بتقول هاي دكتوره مها، انا اكتشفت عندي التصلب المتعدد ومش عارفه اكل ايه، ممكن تنصحيني؟ لا انا افضل حضرتك الاول تجيلي العياده ولو في اي تحليل معاكي ونقدر نتكلم. ميسيم من بغداد، من بغداد، مبسوطه قوي بيكي طبعا لان اول مره حد من اصدقائي من بغداد. اريد اخس وعندي فقر دم، الوزن 88 كيلو. سلامتك الف سلامه. طبعا مشكله فقر الدم يعني انيميا يعني مشكله جامده جدا. ليه؟ لان الشخص بيبقى تعبان ومنهك ومش قادر يتحرك، وبيبقى كل اللي في دماغه او كل اللي قدامه هو لازم ياكل عشان يقدر يتحرك، ياكل عشان يقدر يقوم، ياكل عشان يقدر يذاكر. الاكل اللي بياكله طبعا هو مش محتاجه، بيبقى فيه زياده بتحول لدهن ويتخزن. نتيجه ان كل شويه ياكل بيحصل لخبطه في كميه الانسولين. انا بقول على كذا حاجه ممكن تحصل، مش شرط مش كلها تحصل عند الشخص مره واحده، بس حاجه منها ممكن تحصل. فلو سمحتي بجانب نظام الاكل لازم هنضطر ناخد سبلمنت او فيتامينات او معادن. يفضل كمان انك تعملي الصوت شك اللي انا قلت عليه قبل كده، لان بيورينا الانيميا دي او فقر الدم جنبيها ايه تاني مشاكل صحيه. ممكن يبقى البيوتين ناقص، ممكن يبقى فيه ناقص يود، ممكن يبقى فيه كمان ناقص فيتامين د، يبقى فيه حاجات كتير قوي ناقصه. ناقص حاجه منها يعني لو خدتي حاجه واحده وفي حاجات تانيه ناقصه مش هتتصلح المعادله. ممكن يبقى فيه ناقص فيتامين ب، مش معقول هنعمل تحاليل على كل دي. فالسوت شيك بيبقى اقصر طريق وارخص طريق. هيقول لك بالظبط ايه اللي ناقص نكمل ناخده فالدنيا كلها تتظبط. بعد كده تبتدي تنظمي اكلك، يعني هتاكلي اربع وجبات كل اربع ساعات وجبه. الصبح ممكن تاخدي واحد توست مع مره معلقه عسل، مره زبده فول سوداني، فهتديكي طاقه اول اليوم. والتوستايه تانيه معاها بيضه مسلوقه. بعد اربع ساعات تاخدي اتنين زبادي واتنين فاكهه وحوالي 10 لوزات مثلا، مش هتتخلي هتخسي. بعد اربع ساعات وجبه الغداء خضار وسلطه عليها معلقه زيت زيتون وليمون كتير واي حاجه بروتين، ربع فرخه، سمك مشوي احسن حاجه، شريحه لحمه. بعد اربع ساعات وجبه العشاء اتنين زبادي منزوع الدسم، ثمرتين فاكهه وخمس لوزات. هتاكلي وتتغذي وتخسي كمان. معانا نوال، اتفضلي يا نوال. ايوه يا دكتور، ازيك يا دكتور عامله ايه؟ الحمد لله. دكتور انا كنت قبل كده عامله رجيم وخسيت جامد، ماشي؟ خسيت 27 كيلو. واو برافو. ورجعت اتخنت بعد فتره. دلوقتي لما بعمل ما بنزلش، بيقول يعني جاي واقف، انزل اول مره وبعد كده ما بنزلش تاني. طب احكي لما جيتي تخسي 27 كيلو عملتي ايه؟ ايه الرجيم اللي كنت عاملاه؟ كنت مره بمشي مثلا نص رغيف، نص رغيف وبطين، نص رغيف اربع معالق فول، يعني حاجات زي كده. تمام. وبعدين؟ بس فضلت حوالي سنه وشويه ورحت يعني نزلت 27 كيلو. دلوقتي لما باجي اعمل ده بكون الحرق واقف، انزل اول مره ما بنزلش تاني. طب والعشاء بتتعشي زي الغداء ولا زي الفطار؟ ايه؟ العشاء كنت بتتعشي ايه؟ ممكن اتعشى خيار، ممكن اتعشى فاكهه، على حسب ما يكون عندي. تمام. ولما وقفت الرجيم بقى ابتديت تاكلي ايه؟ ايه؟ لا رجعت اكل، فهو ده يمكن حصل الظروف عندي وهو ده اللي خلاني رجعت اكل. بس فدلوقتي مش عارفه، عايزه انزل، انا دلوقتي 93 كيلو، عايزه انزل مش عارفه انزل. طب قولي لي يومك عامل ايه؟ بتفطري ايه يا نوال وتتغدي ايه وتتعشي ايه؟ ممكن افطر الصبح رغيف مثلا بيضتين، حته جبنه، أبور، مثلا في الغداء ممكن أي حاجة، عدس، فراخ، أي حاجة، طبيخ يعني أي حاجة. جنبيها إيه؟ العدس أو الفراخ جنبيه إيه؟ عيش، رز، مكرونة؟ في رز وعيش. رز وعيش؟ لا رز العيش، حاجة من الاثنين. تمام. والعشاء؟ العشاء على حسب، ممكن يكون خيار، ممكن يكون قوطة، ما أنت مش غريبة يعني حسب الظروف. جنبيهم بقى عيش قد إيه بالليل؟ لا ما بحطش عيش بالليل. طب والفاكهه؟
ما برضه بقى على حسب الظروف يا دكتوره. طب يعني في فاكهه ماشي، مفيش خلاص. لو جوعت بين الوجبات تاكلي لومه بجبنه مثلا؟ لا لا، ممكن اكل خياره، اكل قطايه، اكل حاجات زي كده. بتشربي قد ايه ميه يا نوال؟ الميه هي دي اللي ما بشربش. بتعملي اي رياضه؟ بتمشي؟ لا، ممكن يعني في الشقه اروح واجي اروح واجي، يعني اتحرك كتير. طب انت عندك كام سنه حبيبتي؟ 40. ها؟ عندك كام سنه؟ 32. 42. اه اوكي. الدوره منتظمه؟ لا مش منتظمه؟ لا. هجاوب على حضرتك حالا. هو طبعا اما بنخس جامد يا نوال ونبتدي نلخبط ونسيب، لو تاخدي بالك كان عندك اقبال جامد جدا على كل اللي كنت محرومه منه، والجسم بقى كان عنده شراهه يخزن كل اللي كان محروم منه، فبتبقى الزياده سريعه قوي يا نوال. فلازم تاخدي بالك جامد جدا من الحته دي، ان نوعيه الاكل اللي تخنتك منين ما تاكليها تتخني، فلازم ننظمها. الحاجه الثانيه المشي، المشي في البيت مش هيحرق سعرات يعني مهما كان، هي بنقف اكتر، والوقفه تعمل دوالي وتوجع الرجلين انما مش هتخسس. فلازم تحاولي تلاقي وقت تنزلي توصلي الاولاد المدرسه، تروحي ترجعي. الحاجه الثالثه اللي هي انقطاع الدوره. انقطاع الدوره لسبب اي سبب ما ده يخلي الحرق يقل، كانك دخلتي في المينوبوز، فتلاقي نفسك بقى الحرق قل، بقى ضعيف، فبقى تتخني اسرع، عشان كده رجعتي تاني كل اللي خسيتيه وزياده. نظمي وجباتك الصبحيه مثلا، النص رغيف اللي بتاخديه مع البيضتين او طبق فول وجنبيه السلطه، الغداء العدس، خدي جنبيه مكرونه مسلوقه، بلاش العيش الظهر. الخضار والسلطه اهم حاجه، او الخضار بس، هنخلي اي حاجه تانية تبقى قليله، لو لحمه وفراخ حته قليله، لو رز معلقتين، لو عيش ربع رغيف. العشاء بالليل ممكن تاخدي السلطه وجنبيها حته جبنه، الخيار والطماطم وعليهم ليمون كتير تعصريه وجنبيهم حته جبنه، جنبيهم معلقتين فول، ممكن تاخدي 2 بطاطا مشويه، هتخسي وهتبقى صحتك كويسه قوي. منى من امريكا بتقول نفسي انزل الارداف والبطن من فضلك، ووزني 76 كيلو وطولي 1.5 متر، ده انت طويله قوي. منى احسن حاجه الارداف والبطن الرياضه، المشي، الاندرمولوجي بيشتغل على الجسم كله فبيساعد، وفي امريكا هتلاقي الكول سكالبتنج، ده من احسن المكن اللي هيساعد في التخلص من الدهون من منطقه الارداف والبطن. دايما الوقت الحلو بيمر بسرعه وما لحقناش نكمل كلامنا، بس اوعدكم المره الجايه هنكمل كلامنا على مريض السكر، لان من اهم الناس اللي لازم تاخد بالها من اكلها مريض السكر، واكثر مريض سكر ذكاء وحرص هو اللي بيتبع نظام تغذيه مع دكتور. واشوفكم الاسبوع الجاي ومع الحياه.